السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله من جديد في دورة جديدة، دورة خاصة بوحدة التغذية الـ SMBS اللي بنحكي عنها سويتش مود باور سبلاي. والسويتش مود باور سبلاي بنتكلم عن اللي هو شغلة بنحكي عنها الهوم سيتس، مدار بحثنا احنا وكلامنا عن الأجهزة المنزلية. الأجهزة المنزلية زي مثلا اللي هو اللابتوب، زي الديسكتوب، زي أجهزة مثلا السي ار تي، زي أجهزة ال سي دي وخلافه. هذه الأجهزة قاطبة لكي تعمل بدها اثنين ستيبس او شغلتين. الشغلة الاولى المطلوبة لو فولتيج، الشغلة الثانية الفولتيج بده يكون دي سي على اغلبه في هذه الاجهزة. اصبح احنا بنتكلم عن لو دي سي فولتيج، المطلوب لو دي سي فولتيج. طيب اللو دي سي فولتيج مطلوب لهذه الكومبوننت او الاجهزة حتى يشغل السيمي كوندكتورز الموجود في اللي هو الاجهزة. عشان هيك في عنا اللي هي شغلة بنحكي عنها اللي هي الباور سبلاي. طيب الباور سبلاي الاجانب عادة بعرفوها انه هي عبارة عن the pulsating heat of any electrical set. The pulsating heat of any electrical set، اللي هو القلب النابض لأي اللي هو جهاز كهربائي. أيضا بعرفوها أو من مهامها الأساسية اللي هي بيحكوا عنها أنها provides any sets voltage wanted، يعني بيقولوا عنها provides any sets أو any set voltage wanted، يعني تزود اي جهاز بالفولت الموجود. هذا اللي بنحكي عنها اللي هو في التعريف البسيط لوحدة التغذية، يعني هي عبارة عن القلب النابض لاي جهاز، هي تزود هذا الجهاز بالجهود اللي هو اللازم. وعلشان نشتغل صح بدنا نتعرف على اللي هو ايش الباور سبلايز اللي ممكن تكون افيليبل او متاحة عنا عشان تخدم هذه الاجهزة، عشان تخدم الهوم سيتس الاجهزة اللي هو المنزلية. الكهرباء الموجودة عندنا في الابريز العادية 220 فولت اي سي بهاي كرنت، بتيار عالي. الكهرباء الموجودة 220 فولت بتيار عالي. الأجهزة هذه اللي احنا حكينا عنها الهوم سيتس بتشتغل بلو دي سي فولتيج، زي ما حكينا هي حيدخلها عن طريق البلوج 220 فولت، لكن جوا الباور سبلاي عبارة عن أدابتر مهيئ عشان تطلع كل الفولتات المطلوبة، 5 فولت، 12 فولت، يعني على سبيل المثال 24 فولت، 50 فولت. فهي الباور سبلاي اللي احنا بنحكي عنها. طيب بدنا نتكلم عن الباور سبلاي بشكل عام عشان انا اصل لمدار بحثي اللي هو الاس ام بي اس، لانه انا بدي اتكلم عن الاس ام بي اس، عن السويتش مود باور سبلاي، وحدة التغذية المفتاحية.
هذا عبارة عن وحدة التغذية المفتاحية. طيب عشان انا انفذ الهدف الموجود عندي اني اعمل باور سبلاي تكون كومباتبل او متوافقة مع الهوم سيتس، هذه الاجهزة المنزلية، بدي اعمل الحركتين اللي حكينا عنهم، لو دي سي فولتج. طيب عشان هيك في عنا حاجة اسمها باور كونفيرجن، اللي هو تحويل الباور سبلاي. طيب الان في عنا اربع وجوه لتحويل وتغيير الباور سبلاي. طيب ممكن نحول الـ AC to AC والـ AC to DC والـ DC to DC والـ DC to AC. طيب نأتي للنوع الأول اللي بنحكي عنه، بدنا نحول من AC لـ AC. في منه نوعين اللي هو الايسوليتد واللي بيستخدم فيه اللي هو الترانسفورمر، والنوع الاخر اللي هو النون ايسوليتد. ايسوليتد اللي من ضمن الريزستيف ديفايدر والكاباسيتيف ديفايدرز، يعني شغلات كثيره ليست مدار بحثنا وتفصيلنا. الـ AC to DC أيضا نوعين isolated، والنوع الآخر non isolated. الـ AC to DC اللي هي بنقول عنها في وجه آخر linear power supply. ليش؟ لانه من ضمن انواعها اللي هو الهاف بريدج والفول بريدج ومن ضمن انواعها كمان اللي هو فولتج ملتي بلاير، فولتج ملتي لير، يعني انواع موجوده عندنا. هذه الانواع الهاف بريدج والفول بريدج اللي هي اللي احنا الان بنستخدمها، وهي النوع الاول اللي بنحكي عنه لينير باور سبلاي، اللي كمان شوي حنتكلم عنه. طيب النوع الثالث دي سي تو دي سي، زي الفولتج ديفايدر، زي مثلا في نوع اللي هو الفولتج ديفايدر، مجزئات الجهد. انا في عندي دي سي، يعني موجود عندي دي سي وبدي اوزعه لكذا دي سي، زي الفولتج ديفايدر. النوع الثاني وهو مدار بحثنا اللي هو الـ SMBS، والـ SMBS اللي فيه من ضمنه أربع أنواع الآن بنتكلم عنه، SMBS الآن بنتكلم عنه، بس ننهي النوع الرابع اللي فيه منه اللي هو TCED ونون TCED، بدناش نتكلم عنه كتير. طيب بالنسبة للـ SMBS equal to switch مود باور سبلاي، اللي هي وحدة التغذية المفتاحية اللي بتعتمد على السويتشنج والتقطيع. في ايش؟ في انها
او تقطيع الدي سي في اخراج اللي هو الضغوط اللازم. طيب الاس ام بي اس في منها اربع انواع. النوع الاول اسمه باك كونفرتر، هو الباك كونفرتر. هذا الباك كونفرتر اللي هو في كذا نوع منه، على رأسه اللي تابع دورة اللي هو صيانة الحاسب العملية، اللي هي زي تغذية اللي هو الفي ار ام، تغذية الفي ار ام. الفي ار ام تستخدم اللي هو طريقة الباك كونفرتر، طريقة تقطيع سويتش عن طريق اللي هو موسفت الترانزستور. في هذا منه أربع أنواع برضه. طيب النوع الثاني اللي هو بوست كونفرتر، وفي الباك بوست والاي تي اكس. يعني نكتبها مثلا كمان الباك بوست، هو والاي تي اكس اللي هي المعروفه. الان حتى احنا ما يضيع منا اي معلومة، هذا لاحق ان شاء الله، لاحقا ان شاء الله حنتكلم في اللي هو مفهومها وعناصرها، حناخد عنصر عنصر نتكلم عنه. لكن الان بدنا نتعرف بشكل سريع على اللي هو اللينير نير باور سبلاي. ليش؟ لانه بقول لك الباور سبلاي نوعين، واحد اس ام بي اس الحديثه الفعاله، واللينير باور سبلاي. هي اساس اللينير من هذا النوع الاي سي تو دي سي، والاس ام بي اس هي اساسها من هذا. الان بالنسبه لللينير نشوف الفيجر بلوك دايجرام، ونشوف السكيماتيك دايجرام الخاصه فيها. طيب بين ايدينا الان اللي هي ال بي اس لينير باور سبلاي، هذه وحدة التغذية الخطية زي ما احنا شايفين. تستخدم ترانسفورمر رقم واحد، ايو ترانسفورمر لو بيعمل عملية لو للاي سي الموجود، يعني ستيب داون ترانسفورمر، محول خافض للجهد. اصبح الاي سي بدخل على ترانسفورمر لانه حتكون في مفارقات في ترتيب الانبوت والاوتبوت. في اللينير باور سبلاي الاي سي بدخل مباشرة على ترانسفورمر، بيطلع لو اي سي. انتبه الترانسفورمر بدخل له اي سي، بيطلع منه اي سي. انا اي سي هاي، اي سي هنا، لو اي سي. طيب بعد هيك بدخل على اللي هو الريكتيفاير التوحيد. لاحظ انت الويف فورم الموجوده هنا اللي هي الساين ويف، الموجه الجيبيه. الان حتطلع من الريكتيفاير حاجه بنحكي عنها بلسيتنج، بلسيتنج دي سي اللي هو الدي سي النابض. الان بعد هيك بتدخل على فلتر، الفلتر بروح اللي هو عامل شغله بنحكي عنها اللي هو ريبل، ريبل اللي هو يعني تموج، او الدي سي الموجي زي ما احنا شايفين اكنه زي موج البحر. بعد هيك بتكون تدخل على اللي هو الريجوليشن او الريجوليتور، بيعمل على تثبيت وستابيلايز، تثبيت اللي هو للدي سي، برو على اللود الحمل. هاي الدائرة البراكتيكال الخاصة فيه زي ما احنا شايفين. الاي سي 230 او 240 فولت بتدخل عشان تطلع على السكندري 12 فولت مثلا على 2 ترمينال اللي هنا. هذا برايمري، هنا سكندري،
طيب بدخل هنا على البريدج ريكتيفاير، بطلع هنا الدي سي النابض مع الكاباسيتور هذا، بروح اللي هو عامل فلترنج، وبدخل على اي الريجليتور 5 فولت، وهذا قاعده مهمه في الريجليتور، لازم يكون الانبوت اعلى من الاوتبوت بالقليله ب 3 فولت. يعني هذا اذا كان ريجليتور 7805 5 فولت، بده يكون الانبوت 8 فولت اقل شيء عشان يطلع لك على الخارج اللي هو هان ال 5 فولت فيكسد الثابته. هذه هي اللي هي ال بي اس اللينير باور سبلاي، كنوع اولي كان وكان مستخدم في اللي هو لتأدية الغرض الاول اللي حكينا عنه، انه بدنا نعمل شغلتين، الشغلة الاولى لو ودي سي، فهو عمل لك لو عن طريق الترانسفورمر، والتوحيد عمل لك دي سي.